يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين الطقس الحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. هو فيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا الاثنين إن شاء الله العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 36-24، الإسكندرية 33-24، مطروح 31-25، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 38-25، إلى السويس 36-24، العريش 35-25، طابة 36-25، شرم الشيخ 37-29، والغردقة 40-30، الأقصر 42-28، أسوان 43-29، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 38-30، وحلايب 35-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.